بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر مستنيو نتب الإيمان باليوم الآخر بمتجر شاكن مامن يعني في أصل الأول من أركان الإيمان الركن الخامس مستنيو الإيمان باليوم الآخر بمتجر شاكن مامن يملي هنا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجلال يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر يأمن اللوبة مجر شاكن بلبات شوك واترو يزال وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم الله سبحانه وتعالى كموت بهلا ميكسك سبت كنو بلو يأمن اللو وضعفهم من قبورهم ثم يحاسبهم على أعمالهم الله كسك سواتشو سيابكا بسرات شو يمن الدات شوال يمن دمو يتساسبات شوال الله سبحانه وتعالى هي عندان دوسو حساب الدرقال مالثنا أي الاعتقاد الجازم قررت عليه هنا أمنت والتصديق الكامل عندهم مولي هنا أو نثنو مالث بيوم القيامة بمجر شكل فتنسعيكا مالثنو والإيمان بكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه الله إن كان اسم الكتب بقرآن وبتنقرات ونقروش بعدتك على إيمانا مالثنو وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم دمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتنقرات مما يكون بعد الموت كموت بوهالا سلمي كساتو نغروش باتكالا كموت بوهالا بمي كساتو نغروش ما من الإيمان باليوم الأخير وستيقبا من بعث وحساب وثواب وعقاب كموت بوهالا مكسكس حساب منورو مندا منورو قطعات منورو وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجنة سووش جنة اسكي قبو الرس يأسات سووش دقمو أسات اسكي قبو الرس أسات يتفرد باتو سووش الله سبحانه وتعالى بجهنم من ديكتو يوسن بباچو سوج يا اساتنا اتشو بلو ما مننا الله اتعفن تاتشو بجنة تدلان ديهون يوسن اللاتشو سوج جنة يقبالو بلو ما منم جمري اكتتال لقد اكتب الله سبحانه وتعالى ذكر يوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة يا اما ترشاو كان هنيتا الله بقرآن بتكبرونا تلك بهنا وقرآن بطعم بزوبو تالا وستو تال وأكثر من ذكره سلة وستوبة عن بزوثنا قرآن بقرآن وربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله جل وعلا بمجرشا كان مامن بالله كمامن قر أقنا يدوت على الله فقال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك النزي أبان تلعب توردون ميامن يهونت وما أنزل من قبلك كانتن بفيد ونبرو نبياتوش لعب توردو يميامنوت وبالآخرة هم يوقنون بمتش الرشام النرسو ارقيت ان يوتي هونو تناتشو وهل السنة والجماعة هل السنة وش يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله قيامة كان قيامة يمكس تبت كان وكاتو الله زندن يالو سلازي مهن ما يوكم بلو يعمنالو لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى كارسو بستكن للا مهن ما يوكم بلو يعمنالو إن الله عنده علم الساعة الله يا قيامة كان مچين دم يكس وكاتو السو زندنو يالو وإذا كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده الله سبحانه وتعالى كما مكست بدكن كبرت لا كششغو فإنه تعالى قد جعل لها أمارات وعلامات كذلك من أرجو لتال الله مكست بدكن غزي مكتوچ أرجو لتال وأشراط تدل على قرب وقوعها عندهم يتلايو كستوچ ميوق يا قيامة ميقوم بدكن مقربون يمملكتو يهونو ملكتوچن الله أرجو لتال ويؤمنون بكل ما وقع وسيقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي هي أمارات على قيام الساعة لأنها تدل في تدخل في الإيمان باليوم الآخر أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وقع بتكستت ملكتوت هل يأمن له وسيقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى كبرى مبالوت كان على تكستهم نقرقن أشراط القيام الساعة الصغرى تكاكن يهونو كما مكاربون يملكتو قدايوج بزوجو تكستو هل غنا يتكستو يالو هلو ودفيتم يمكستو هلو بأنزي يمنالو التي هي أمارات ملكتو يهونو على قيام ساعة تنسائي تنسائي كان مدرسون يملكتو لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر ومن جرشا كان كما من وست كابتتال علامات الساعة الصغرى كاكن يهونو ويمنمو تنهنش يا كما ملكتوج وهي التي تتقدم ساعة بأزمان متفاوتة ومتطاولة كقيامة بفيت كدم بلو يميمتو مالتنا وهي التي النزي
የቂያማ ምልክቶች ምን እንላቸው? ተናንሽ የቂያማ ምልክቶች ምን እንላቸው? ተተቀደሙ ሰዓ ቂያማን ቀድሞ ይመጣሉ። ቢአዝማኒን ሙተፋዊታ በተለያየ ጊዜ ወሙተጣዊላ በርዝመት ባለውም ሁኔታ የሚከሰቱ ናቸው። ወተኩኑ ሚን ነውዒ አልሙዕታዲ ከተለመዱ አይነት ነገሮችም ይሆናሉ። ወቀድ የዝሃሩ ባዕዱሃ ሙሳሂበን ሊልአስራጢ አልኩብራ አንዳንዶቹ ደግሞ ለትላልቅ የቂያማ ምልክቶች ተጓዳኝ ሆኖ ይመጣሉ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር አብረው ይመጣሉ ማለት ነው። ወአላማቱ አስራጢ ሰዓት ሱግራ ከሲረቱን ጅደን የቂያማ ምልክቶች ትናንሽ የተባሉት በጣም ብዙ ናቸው። ወነዝኩሩ ሸይአ ሚማ ሰሐ ሚንሃ አሁን ቀጥሎ የምናያቸው ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተረጋገጡ ቂያማ መድረሱን የሚያመላክቱ የሆኑትን እናያለናል። ፈሚን ዛሊከ ከዚህ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ ከትናንሽ ከሚባሉት ቢእተቱ ነቢይ ሙሐመዱን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላካቸው ወኸትሙ ንቡወቲ ወሪሳለቲ ብሂ እንዲሁም ሪሳላ ማለት ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተላከው መልእክትና ነቢይነት በሳቸው መደምደሙ ወመውቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩ መሞትም ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ ነው። ወፈትሑ ቤተል መቅዲስ መከፈቱ ማለት ከአይሁዶች እጅ ወጥቶ በሙስሊሞች እጅ መግባቱ ማለት ነው። ወዙሁሩ ልፊተኒ ፈተና በጣም ግልጽ ሆኖ መብዛቱ ወትባኡ ሰነን ልኡመም ልማድየቲ ምን ልየሁድ ወነሳራ የአይሁዶችና የነሳራዎች ፈለግ ሙስሊሞች መከተላቸው ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው። ወኹሩጅ አደጃሊን ውሸታሞች መውጣታቸው መብዛታቸው ወድያኡ ንቡዋ እኛ ነቢይንን ባዮች መውጣታቸው እነዚህ ምንድን ናቸው? የቂያማ ምልክቶች ናቸው ተከስተው ያለፉ ማለት ነው። ወወድኡ ልአሐዲት ልመክዙበት ዓላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነቢዩ ላይ እሳቸው ያልተናገሩት ሐዲስ የእሳቸው ነው ብሎ ማውራት ይሄ በጣም በዝቶ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች ምንም ሳያፍሩ ተነስተው ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ቅጥፈት የነቢዩ ሐዲስ ነው ብለው ሲናገሩ ይሰማል። ወረፍዱ ሱነቲሂ ሱናቸው የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሰዎች እምቢ ማለታቸው አለመተግበሩ ሰዎች መቶ ሙስሊሞች ከነቢዩ ሱና መራቃቸው ማለት ነው። ይሄም ምንድን ነው? ከቂያማ ምልክት አንዱ ነው። ወከሰረቱ ልከዚብ ውሸት መብዛቱ ሚን አላማት ሳአ ሱግራ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው። መብዛቱ ሳይሆን ውሸት መጥፋቱ እውነት መጥፋቱ ማለት ይቻላል። አሁን በተለይ ውሸት ከሌለ መኖር እንደማይቻል ነው። አሁን ሙሰለም የሆነው ሰዎች ዘንድ ካልተዋሸ እንዴት ይኖራል ነው። ኸላስ ያኒ ሙሰለም ሆኗል። ውሸት ሚነል ሙሰለማት ሆኖ ነው የምናየው ማለት ነው። እውነት ጠፍቶ ነው የምናየው። በጣም ከባድ ነው። እውነት የሆነ ወንጀል የመሰለበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው ማለት ሀዛ ሚን አላማት ሳአ ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው አሉ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወአደሙ ተሰቡት ፊ ነቅል አልአኽባር እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው የሰማውን ነገር ሳያረጋግጥ ለሌሎች ማዳረሱ ይሄ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው። አላሁ አልሙስተዓን ሱብሃንአላህ። አንድ ነገር ይሰማል እንዴት ነው ብሎ ሳያጣራ ወዲያውኑ ኢማ አሁንማ በተለይ ደግሞ ይሄ ማህበራዊ ድህረ ገጽ የሚሉት ነገር አለ። ከየት መጣ የሚባል ነገር የለም። ወዲያው እዛ ላይ ወስዶ ይለጥፋል፣ ፖስት ያደርገዋል ማለት ሄሎ ይለጥፈዋል እዛ ላይ። በአንድ ጊዜ የት ዓለም ላይ ደርሰዋል ይሄ ነገር። ምንጩ ምንድነው ብለህ ስትፈልግ የለው፣ ባዶ ነው። ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው። ምክንያቱም አይቻልም እንዲህ አይነት ነቅለ አልአኽባር ሳያረጋግጡ ከየት ነው የተገኘው ይሄ ወሬ ከየት ነው የመጣው ሳይባል ማዳረስ ከባድ ወንጀል። ወረፍዑ ልዕልሚ ወልቲማሱ ልዕልሚ ዕንደ አልአሳጊር እውቀት መነሳቱ ደግሞ ሰዎች እውቀትን ከትናንሽ ሰዎች መፈለጋቸው ማለት ምናልባት በእድሜ ትንሽ ከሆኑ ሰዎች ማለት አይደለም። ይሄ ሸሪአን የነቢዩ መሐመድን ስ ሰለም ሱናን ተውሂድን ትተው ባጢል የሚያስፋፉ የሆኑ ሰዎች እድሜያቸው ትልቅ ቢሆንም እነዚህ ሰዎች ትንሾች ናቸው። ታይብ የተለያዩ የፍልስፍና ትምህርቶችን የሚያስፋፉ ሰዎች የተለያዩ የነቢዩ መሐመድን ስ ሰለም ሱና የሚቃረኑ መጽሐፍቶችን ጽፈው የሚያባዙ እነዚህን ለሰዎች የሚያስተምሩ ሰዎች በአጠቃላይ እድሜያቸው በሰማንያዎቹ ቤት ቢሆንም ሚን አልአሳጊር እነዚህ ትንንሾች ናቸው። ቁርአንና ሐዲስን በትክክል ለህብረተሰቡ የሚያደርሱ በሰሃባዎች ግንዛቤ የሚያደርሱ ዑለማዎች እድሜያቸው ትንሽ ቢሆንም እነዚህ ትላልቆች ናቸው። ኢማሙ ነወዊ ረሕመቱላህ ዐለይ እድሜያቸው 42 ላይ ነው ወደ አኼራ ሄዱት። ታይብ ሙዓዝ ብኑ ጀበል ምናልባት ስለ ሙዓዝ ብኑ ጀበል ሲወራ ሁላችንም በጣም ትልቅ ሰው እድሜያቸው በጣም የገፋ በጣም ትልቅ አንጋፋ አድርገን ነው የምናያቸው። በ32 ዓመታቸው ነው ወደ አኼራ ሄዱት። ኢማሙ ልዑለማ ፊልጀና የዑለማዎች መሪ ናቸው እሳቸው በ32 ዓመታቸው ነው። ሐፊዝ አልሐከሚ የምታውቋቸው ከሆነ ሐፊዝ አልኢማም ሐፊዝ አልሐከሚ እሳቸው ራሳቸው በ32 ዓመታቸው ነው ወደ አኼራ ሄዱት። እነዚህ ዑለማዎች
እድሜያቸው ትንሽ ነው ግን ትልልቆች ናቸው ሱብሃንአላህ العظيم ትልልቆች ናቸው ተላልቁ ለማዎች በ18ቱና በ20ዎቹ ቤት ቁጭ ብለው درس መስጠት ቁርአንና ሐዲስ ሱና ማስተማር ጀምረው ነበር ብዙ ዑለማዎች ታሪክ ሰናይ ማለት ስለዚህ ከተናንሽ ሰዎች ወቀት መፈለግ ማለት እድሜያቸው ትንሽ ከሆኑ ማለት አይደለም ዋናው የተፈለገበት ትልቅ ሆነው ግን ትንሽ የሆኑ ሰዎች አሉ ሱናን የጣሱ የቁርአንን አስተምሮ የረገጡ ስሜታቸውን የሚከተሉ በእስልምና ስም ሰዎች ለነርሱ እንዲገብሩ የሚያርጉ ሰዎች እነዚህ እድሜያቸው ትልቅ ቢሆንም ትንሾች ናቸው ይሄ ይበዛል ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ የሚጣሩ ዑለማዎች ዛሬ ማንንም ስማቸው አያነሳም ማንንም የቢዳ ሰዎች ግን ሰዎች ሰማይ ሲሰቅሏቸው ይታያል ማለት ነው وظهور الجهل والفساد ما هي منت مبزاتنا طفات مسوافاته وذهاب الصالحين يملكام سوج مموت مبزات ونقد اور الاسلام اوروه اوروه يا اسلمنا كرو مبتسو معناته اوروه اوروه يعني لك باند كر لاي يتسبسبه ويم دمو يتقاطره يا تسبي فري عينت بناي يا نجر تبتسو عند عند طب 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 ياله سيودك ልክ እንደዛ ማለት እስልምና በውስጡ ያዘው መልእክት በየቀኑ ምን ይሆነ ይላል እየጠፋ ይላል ወደ ሐቅ የሚጣሩ ዑለማዎች ሲያንሱ ማለት ሲጠፉ እስልምና ምን ይሆነ ደብዛው እየጠፋ ሐቅ እየተሸፈነ ባጢል የበላይ የሆነ ይሄዳል ወተዳኢ ኡመም አላ ኡመቲ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም ከእስላም ውጪ ያሉ ኃይሎች በአጠቃላይ በነብዩ ሙሐመድ ኡማ ላይ መነሳታቸው እስልምናን ለማጥፋት ማለት ነው በአንድ ኃይል هذا من علامات الساعه فكما ملكتوچ ነው ثم غربة الاسلام واهله اسلمنا انغدام هونو تكلኛ اسلمنا ያዙ ሰዎች انغدام ሆናቸው تكلኛ اسلمنا انغدان ዛሬ ሐዲስ ስትል አንዳንድ ቦታ ላይ አዲስ ነገር ነው የሚባለው አዲስ ነገር በትክክለኛ ሱና ላይ ያሉ ሰዎች እንግዶች ናቸው ብዙ ቦታ ላይ ሲሄዱ ባይተዋር ይሆናል ብቻኛ ይሆናል እንግዶች ይሆናል اسلمنا ራሱ انغدا ይሆናል جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسلمنا بايتوارونو ني متاو انغدا هونو ني متاو انغدا هونو يملسال فطوبى للغرباء لا اله الا الله هذه يعني بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم نعم سنه بتطفابت غزي انت بسنه لا يكت مالته مننيا تدلاني مننيا متادل فطوبى للغرباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزي ملكو اسلمنا ሐቂቃ ወነተኛ እስልምና በጠፋበት ጊዜ ወነተኛ እስልምና ላይ ሆኖ ባይተዋር የሆኑ ሰዎች እንግዳ የሆኑ ሰዎች ምንኛ አማራላቸው ወከሰቱል ቀትል ሞት መብዛቱ ማለት ሰዎች ዝም ብሎ በቀላሉ ይገደላሉ በየቦታው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ከቂያማ መልእክት ነው አሉ ወተመኒል ሞት ምን شدت البلاء ፍትና ከመብዛቱ ምክንያት ሰዎች ሞት መመኘታቸው ይሄ ምን አላማት ሳአ ወግብታት አህሊል ቁቡሪ የሞቱ ሰዎችን መመኘት እነሱን ቢሆን ይሻለኝ ነበር وتمني الرجل ان يكون مكان الميت من شده البلاء بطان فتنا كمبزاتو يتنسى من الله اندو بسلام غزي قبرو اسك جبو سوت بهونكم بلو ممنيت بطان بزو اندنزين فتناوچ الفوال بزو اونم يمطال معناتنو بسنا لا يالو سوت يعني بدعه تنسرافتو شركه تنسرافتو حق دبزو بميايوبت غزي اندي عينت منيوت يمطاباتشوال يهن كمايتي منو كموتو سوت بهونكم نورو يلال وكثرت موت الفجاعه دنگتنيا موت مبزاتو والموت في الزلازل بنكتكاتي سوج موت مبزاتو والامراض بشتا مصفافاتو وقلت عدد الرجال يوندوج قطر مبزات وكثرت النساء سيتوم سيتوج مبزاتاتشو مشكله يا اخي سبحان الله العظيم عندان دغزي ودفيت ستاي قنا ستل سيف نو متايو ودقنيم كايه سيف نو متايو ودغرام كايه سيف نو متايو ወለልቴ ወደ ኋላም ዞራው እኮ ብታይ ያው ሴት ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው ተወረው ሙሽኪላ الله المستعان አንዱ ወደ ቂብላም አርጎ መሽናት አይቻልም አሉት ከቂብላም ዞሮ መሽናት አይቻልም አሉት ወደ ሰሜንም ዞሮ መሽናት አይቻልም ወደ ምስራቅም አይቻልም ሲሉት ተኝቶ ወደ ላይ በራሱ ላይ ሸና ምን ይሁን አሁን አንተ ምንድነው ተወረው ያለ ህድል ወደ ፊትህን ወደ መሬት ደፍተ መተኛት ነው በቃ خلاص ወይላ አንተ ሴት አላይም ካልክ ፊትና ነው ወደ ኋላም ወደ ፊትም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ስትዞር እነሱ ናቸው አንዳንድ ጊዜ ታክሲ ውስጥ ሆነና ድንገት ማለት ነው ታክሲ ውስጥ ሆነ ላብላብ ትሆናለ ዞር ብለህ ስታይ ወይ ሁለት ወይ ወንድ ሶስት ወንድ ይኖርና እንዳለ ሴቶች ይሆናል لا حول ولا قوه الا بالله هذا من ايش من علامات الساعه الصغرى ايه كقيامه ملكتنا وظهوره وظهورهن كاسيات عاريات الناس سيتوج
ራቁታቸው ሆኖ በየመንገዱ መብዛታቸው ሱብሃንአላህ አልአዚም ራቁታቸው يعني ሱብሃ ሰዎች ናቸው ግን ሰው አይደሉም የለበሱ ይመስላሉ ግን ራቁታቸው ናቸው لا اله الا الله هذا من علامات الساعه ከቂያማ ምልክት በእኛ ድሜ እኛ ሀገር እዚያ ሀገር በጣም በጣም ነውር ነበር ሴት ልጅ ክርስቲያኖች ነው ማለት ሙስሊም አይደለም እኮ በጣም ነውር ነበር ማለት አጭር ልብስ ለብሶ መውጣት እኔ ሳቅ አዲስ አበባ ላይ አጭር ልብስ ለብሶ መውጣት በጣም ነውር ነበር ሴቶች ክርስቲያን ሴቶች ማለት ሱሪ የሚባል እንደዚህ አጭር በጣም ነውር ነበር በጣም ምን መጣብን ነበር የሚሉት ራሳቸው ክርስቲያኖች ማለት ዛሬ ሱብሃንአላህ አልአዚም نسأل الله السلامة والعافية هذا من علامات الساعة وده كيما يتقربن بيدن قطر اندي عينت نقروش يبزعلو مالتنا وتفشي الزينة في الطرقات بي من قدو زموت مسفافاتو بي من قدو نعم زموت بكتة تعراسو بايون اهون من نايون بي من قدو من دنو يلم درون ده زيان نقر قوان لبرا ما هون سبحان الله العظيم ما في شيء يا أخي عيد اللم زاري نصاراوچو عد اللم مسلم ننبايوش زاري هنو متايو بي من قدو አንድ ሙስሊም ሲል ከወጥምሻ ከክርስቲያን ወጥምሻ ጋር በየመንገዱ ምን እንደምትሆን በጣም ይገርማል በየስርቻው በየጥላው ከኢሻ በኋላ ወደ ቤት እገባለሁ ስትል የምታየው ጉድ ነው ያለው ማለት ነው ይሄኛ ሀገር ነው ማለት አخف የሆነ በጣም እንደውም እኛ ሀገር የለም ማለት ይችላል ወይላ ግን በገርቦች ምዕራብ ሀገር ላይ አውቶቡስ ውስጥ ግንኙነት ይደረጋል በህዝብ ፊት ማለት ነው በየመንገዱ ማአድ ይንከር ምንም ይንከር ማድረግ አትችልም መብታቸው ነው አይቻለም ኢንካር ማድረግ ወንጀል ነው ኢንካር ማድረግ ሱብሃንአላህ አልአዚም هذا من علامات الساعه ከቂያማ ምልክት ነስ الله سلامه والعافيه الله يطبقك وظهور اعوان الظلمه الذين يجلدون الناس يعني يطفات ሰዎች مبዛታቸው ማለት ነው በስልጣን ላይ ሆነው ሰዎችን ያላግባብ የሚበድሉ ሰዎች مبዛታቸው ከቂያማ ምልክት ነው وظهور المعازف ሙዚቃ مبዛቱ يعني ዘፋኞች مبዛታቸው ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው والخمر መጠጥ መብዛቱ መጠጥ ቤቶች በየቦታው መብዛታቸው ከቂያማ ምልክት ወዚና ዝሙት መብዛቱ ቀደም እንዳየን ወልሐሪር ሐር መለበሱ واستحلالها ሐር ራሱ ዚና እሽ ሐላል ነው ዚና ዝሙት ኸምር ዘፈን እነዚህ ስማቸው ቀይረው ሌላ ስም እየተሰጣቸው እነዚህ ሐላል ናቸው መባሉ ከቂያማ ምልክቶች وظهور الخسف خسف ማለት መሬት ተከፍቶ መዋጡ ማለት ነው የመሬት መከፈት والمسخ مسخ مالت يزتها مكاير مسخ مالت عند نجر ودليل حال مكايرو مالت هي مسخ يبالها والقذف قذف مالت اصلا يتفلكبت مندنو نسو يونو سيتوچن بزموت مسادر قذف يلوت عليه مالت عند انذي عينت نجروچ مبزاتاچو وتديع الامانه امانه مدفاتو مال لا يلاسكمت يبال الامانه قيامه سيقرب كقيامه ملكت نو درو سوچ مسلم مسلموچن نبر يميامنوت ዛሬ አላህ ይጠብቀን በጣም የሚያሳፍር ነው والله ትላልቅ ወንጀሎች በማስ ሚዲያ የሚመጡ ትላልቅ ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ የሚያመጡት ወንጀል አብዛኛው ሙስሊም ነው የምታዩ ማለት ነው ታፍራለ لا اله الا الله አሻዋ እየፈጩ ቀያፈር እየፈጩ በርበሬ ብሎ የሚሸጡት ፍሩሽ ካየፈጩ እንጀራ የሚሸጡ ሰዎች ዳቦ የሚሰሩ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው እነዚህ الله المستعان ልብስ ነው ብለው ሳር ተቅልለው ልብሱን ወደ ራሳቸው መልሰው ሰውየው ፊቱ ሲያዞር የገዛውን ልብስ ሳር ተቀደዶ ይሰጣል በፌስታል በአዲስ ፌስታል አድርገው ማለት ነው ሙስሊሞች ናቸው መርካቶ ላይ የሚሰሩት ይሄ አላህ ወልሙስተዓን አላህ ይጠብቀን አማና መጥፋቱ አማና ይጠፋል خلاص ይሁሉ ነገር አማና የኢልም አማና ይጠፋል የኢልም አማና ራሱ አማና ዒልሚያ ይጠፋል አስለ ያማ ጊዜ ሲቀርብ ማለት ነው የሰው ልጅ ያካሉ አማና አይጠብቅም የሰው አማና አይጠብቅም ያአላህ አማና አይጠብቅም ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው ويسناد الامر الى غير اهله نغروچن كبالبيتاچو وچي اهل لالهونو سوچ ماستگات بالبيتاچون تتو ود ليلا سوچ ماستگات من معناتنا وزعمه الاراذل من الناس ورادا يهونو سوچ بسلطان بوتا لاي مكمطاچو ورادا يهونو معناتا بتام ورادا يهونو سوچ من يهونالو زاري بيبوتاو يمسلموچ مريناچو تبلو يتكمطو سوچ بتايواچو ورادا يهونو سوچ صلات ما يسجدو ምንም ነገር የማያውቁ ሱብሃንአላህ አልአዚም ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጋራ የሚያጩ ሰዎች ታሪካቸው በጣም የተበላሹ ሰዎች ምን ይደረጋሉ የመሪነት ቦታ ላይ ቁጭ ይላሉ ትላልቅ በዒልም ደረጃ ላይ ያሉ በእውቀት ደረጃ ላይ ያሉ በክብር ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች እነሱ ፊት መጥተው እነሱ ሲያዋርዱዋቸው ታያለህ ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው
وارتفاع اسافيلهم اسافيلهم على خيارهم بتام انا سايونو سوج باستاسباتشو بسنا مغباراتشو يانسو سوج بتام يبلطونا تلالق يهونو سوج لا يبلاي سيونو مايت وولاده الامه ربتها كذلك عند باريا جيتوان مولدوا ايه مالف اما كجيتوا تولدنا كباريا كاسادريوا تولدنا لجو يا اسادريو ينغوسو لج سلاهونه نغوس يوننا اسوا باريا تونالج ويما دغمو قالو لج اناتون يازال اناتون متتازتتو قياما سيقرر اسو كوتش بلو اناتون يازاتال جيتوا هونه مالف هذا من علامات الساعه كقياما ملكتنا والتطاول في البنيان بجنباتا مشكد عدم مان اكلي 10ኛ فوق ነው ይሰራው አዎ እኔ 15ኛ 20ኛ ፎቅ መስራት አለብኝ اكلي 30 ፎቅ ሰርቷል አዎ እኔ 40 መስራት አለብኝ لا اله ከተማችን በሙሉ አንጋጠ በመታያቸው ፎቆች ይሞላሉ ማለት هذا من علامات الساعه ይሄ ከቂያማ ምልክት وتباي الناس في زخرفه المساجد مسجدዎችን በማሸበረቅ መስቀዳደም ወይም ደግሞ መፎካከር ማለት መስጊድ መስጂዶች በምን እንደሆነ ያሳምሯቸው ግድግዳቸው አንዳንድ መስጊዶች ውስጥ ስትገቡ መስጊድ አይመስሏችሁ ሐውለ ወላ ቁበተ ኢላ ቢላ ውስጡ እንዳለ ግድግዳው በሙሉ የተለያየ ነገር ተቀባብቶ ታየዋለ የተለያየ ነገር ሙሽክለ አኺ አይቻለም እንደዚህ አይነት በዚህ መልኩ ሰዎችን እንሽጋል ያደርገ የሚችል መስጊድን በዚህ መልኩ የሰዎችን አምሮ ሊሰርቃቸው በሚችል መልኩ ማሸብረቅ አይቻለም ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው ወተገይሩ ዘማን ጊዜ መቀየው ሁኔታዎች ይቀያየራሉ ሐታ ተውበደ ለአውሳን አውትስ ከመለክ درس ويظهر الشرك في الامه بامه ላይ شرك ተንሰራፍቶ እስኪታይ درس አሁን ምን ነው ማለት شرك ተንሰራፍቶ ሙስሊሞች አይሁዶችና ነሳራዎችን ፈለጋቸውን እስኪከተሉ درس ተብሏል ና ዛሬ ቀብር ማምለክ حرام ነው ስትል አንተ የዲን ጠላት ነህ አንተ ያይሁድ ቅጥረኛ ነህ ትባላለህ الله المستعان الله እንጂ ማምለክ አይቻልም ስትል እኮ شرك حرام ነው ስትል የሞቱ ሰዎች ድረሱልኝ ማለት አይቻለም አላህን ብቻ ነው ድረሱልኝ ማለት የሚቻለው አላህ ነው አላህ ይበቃኛል ነው ማለት የሚቻለው እንጂ ከፍጡር ምንም ነገር መጠየቅ አይቻልም አፍያ መጠየቅ አይቻልም ልጅ መጠየቅ አይቻልም ሀብት መጠየቅ አይቻልም ምንም ነገር መጠየቅ አይቻልም አላህን ጠይቅ ስትለው አንተ ያይሁድ ቅጥረኛ ነህ ይላል የሳሊሆች ጠላት ነህ ይላል የመልካም ሰዎች ጠላት ነህ ይላል በል የነብዩ ጠላት ነህ ይላል الله المستعان والسلامه او والسلام على المعارف فقط سلامتا لمتاوق سو بتشا يمتاقون سو بتشا السلام عليكم مالك كقيامه ملكتنا يمتاقون بتشا لا حول ولا قوه الا بالله هاي والله يا اخي مندمنا مسلمنا كانك لم تراه اندى رايوتوننا يمتاقو سو كروكا يا السلام عليكم تلو على المتاقو اصله كن اوقكم ولا اوقكم مسلم كونه السلام عليكم مالتنا ايه نو اصله ايه نغير يطفانا سلامتا بمتواوقو سوبوچ بتشا يهونال ايه يقام ملكت نوال وكثرت التجاره وكثرت التجاره نقد مبزاته وما ادراك ما نقد لا حول ولا قوه الا بالله كلهم يونس نجر سيسرى كغنوا مسكوت يوطى لا حول ولا قوه خلاص من اندم يغزا يتطوق ازام غاسو كزم غاسو كزم غاسو وتقارب الاسواق سوقوچ بتام مقرارباتو معناته بتام مقرارباتو اور عندنا بوتا لا ستيت باند مددا يالو جيبيوچ بمولو كلهم لاي من الله سوق عليك مسكوت تكفتوا لا حول ولا قوه الا بالله هذا من علامات الساعه كقيامه ملكتنا ووجود ووجود المال الكثير في ايدي الناس مع ادم مع ادم الشكر بسوچ اجي لاي بزو غنزم مبزاتو اللهن ما مسكن كمطفاتو قال الحمد لله مالت كمطفاتو قال بر الله الحمد لله هايلم تاريخ سيورات سموا چنقت ياورال الله المستعان ኮሱ ፎቆች አሉት መኪኖች አሉት ምን ዱባይ ይሄደ ነው ቻይና ይሄደ ነው ጸጉሩን ያጥቀከ ችግር ያወራል ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ አልሐምዱሊላህ ይልም ስንት ንብረት እኮ ይያለው ነው ስንት ንብረት هذا ايش من علامات الساعه كقيامه ملكته الله المستعان يمنبكك ሰዎች الله ያድርገን اي والله نعم وكثرت الشح سست مبزاته سست شيطان ያስፈራራ ሰው በሙሉ الله المستعان والشيطان يعيدكم الفقر ويصدكم عن سبيل الله شيطان اروكته ويلها استغفر الله بل انت غد እንዳይፈላሽ ኧረ በለው ዛይድና ሞኙን ይፈልግ አንተ ማን አስነክቶ ሊያስወጣ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ዝም በል አትየውሱን እሺ አልሰማም ማለት ነው ወደ መሬት አቀርቀር አቀርቀር ይለዋልሽ አንተ እዚህ ቆመት ለፈልፋለህ ኦ
አያይህምሱ ምን ይያለው ነው ሸይጣን ቀና እንዳትልሽ ካየኸው ያስነይታል አትየው በቃ እሱን ዝም ብለው ላኢላሀ ኢላላህ ስስት መብዛቱ ማለት ስስታም ገንዘብ ይያለ ሰው ይስስታል ይሄ ከቂያማ ምልክት ነው ወከስረት ሸሃደት ዝዙር የውሸት መስካሪዎች መብዛታቸው ወይም ደግሞ የውሸት ምስክርነት መብዛቱ ወክትማን ሸሃደት الحق እውነተኛ ምስክርነት መጥፋቱ وظهور الفحش ጸያፍ ተግባሮች መስፋፋታቸው والتخاصم والتباغض والتشاحن ክርክር መብዛቱ ጥላቻ طيب መብዛታቸው وقطيعة الرحم ዝምድና መቁረጥ መብዛቱ وسوء الجوار كذلك ጎረቤት መጥፎ ጉርብትና መብዛቱ መጥፎ አዛ የሚያደርግ ጉርብትና መብዛቱ ይሄ ምንድነው ከቂያማ ምልክት وتقارب الزمان زمان መቀራረቡ وقلة البركة في الأوقات ጊዜ በረካ ማጣቱ ጊዜ በረካ ማጣለ ጧት መጣ ወጣ ምንም ነገር ሳትሰራ ዙሁር አዛን ይባላል አስተግፍሩላህ እንዴ ከመጀው ትላለ ጊዜ በረካ ይለው በሰውየው አንጻር ማለት ከሰውየው አንጻር እንጂ ፀሐይ መውጣትና መግባቱ ይሄ እንዳለን ስርዓቱ እንዳለ ነው አልተዛነፈም ግን አንተ ሰዎች በዚያ ጊዜ አይጠቀሙበትም ምን ሲሆን ቂያማ ሲቀርብ ማለት ጊዜ አላግባብ ይባክነ ምን ይሆናል ኑ ምን ይባላል ኑ ወክናር ከ ምን ቡና ጊዜ እናሳልፍ አህሰንት ጊዜ እንግደል ይባላል ጊዜ ምን እናር እንግደል ጣላተ ነው እንዴ ጊዜ የምትገለው አንተ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሱብሃንአላሂ አልዓዚም ኢነን ሰውስ ጊዜያቸው በረካ ያጣል ማለት ጊዜያቸውን በአግባቡ አይጠቀሙም በጊዜ ምን ያፈዛሉ የጊዜን ምንነት ሳይውቁ ጊዜ በረካ አጥቶ ዝም ብሎ ይመሻል ይነጋል ይሄ የቂያማ ምልክት ነው طيب وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم በጣም እንደ ለሊት ጨለማ የተንሰራፋ ፍትና መብዛቱ ووقوع التناكر بين الناس በሰዎች በርስ በርሳቸው ምን መሆኑ አላቀውም ብሎ መከዳዳት መብዛቱ ማለት ነው አላቀውም ብሎ መከዳዳት በተለያየ መልኩ ሊተረጎም ይችላል ይሄ ምናልባት ወቁ አተናኩር ማለት አላቀውም እሱ ወይ ዝምድናውን አላቀውም ማለት ይሆናል ወይ ደግሞ አብረህ እየሰራህ የሱን ሐቅ አላቀም ማለት ይሆናል የተለያየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል ወተሃውን በሱነን التي رغب فيها الاسلام እስልምና እንድንሰራው በገፋፋን ሱና ላይ ሰዎች ችላ ማለታቸውና ወደ ኋላ ማለታቸው وتشبه الشيوخ بالشباب وشماغليوت ወጣት ለመምሰል መሞከራቸው هذه مصيبه هذه በተለይ ደግሞ ሴቶች ይሄ በሴቶች ይበዛል الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله ገርሞ የሚገርም ነው ሷ የ60 የ70 አመት አሮጊት ነች ታይት ለብሳ መንገል ላይ ወዲና ወዳ ተዘነባበላል አመቶኝ ነው ምን ለቶኝ ነው አንቺ ዛሬ ታይት ለብሰሽ لا حول ولا قوه الا بالله الله المستعان እናማ ስትላት ህድ እማማ ያሳጣሱ አዋልደኛ እንዴት ላለች እና ምን ተባለ ያለ لا حول ولا قوه الا بالله اذا ሽማግሌዎች በወጣት መመሳሰል ወጣት መሆን መፈለግ ይሄ ከቂያማ ምልክቶች ወከላሙ ሲባይ ወልጀማዳት ለልኢንስ ይሄ ያልተከሰተ የሚከሰት ገና ሊከሰት የሚከሰት ነው ማለት ነው አራዊ አውሬዎች እንዲሁም ደግሞ ቋጠኞች ሰውን ያነጋግራሉ መቼ በጣም ሲቀርብ ቂያማ وحصر ماء الفرات عن جبل من ذهب ماء الفرات فرات ميبال ونز بورق تراروج مكببو جنا ميكسسو ناتشو انزي ودفيت وصدق رؤيا المؤمن يا مؤمن حلم اونت مهون ايه مرازو كقيامه ملكتنا مؤمن يميايو حلم اونت يونا فنتو بلو اونت نغير انديا يا يال معناتو قيامه سيكار الله ني ميفراكو وما يقع في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيو مدينه لاي የሚከሰቱ حيث تنفي الخبث مدينه منافق يونس سوتين አትቀበለም አይቀመጥበትም አትቀበለው ይወጣል ከመዲና ልቡ ላይ حسد ያለበት ምቀኝነት ያለበት ተንኮል ያለበት ሰው መዲና አትቀበለው ታባረዋለች አይቀመጥባት ሱብሃንአላህ فلا يبقى فيها الا الاتقياء الصالحون መዲና ላይ አላህን የሚፈሩ እነተኛ ሙእሚኖች እንጂ አይቀመጡም خلاص ወንጀለኛ የሆኑ ሰዎች ልባቸው በተንኮል በሸር በትቢት የተሞሉ በኒፋቅ የተሞሉ ሰዎች መዲና መቀመጥ አይችሉም ቂያማ ሲቃረብ وعوده الجزيره العربي مروجا وانهارا جزيره العرب ወደ ግጦሽና ወንዝ ወንዞች የበዙባት የግጦሽ አካባቢ ትሆናለች وخروج رجل من قحطان يدين له الناس قحطان
ከሚባል ጎሳ ምን ይሆናል? አንድ ሰው ይወጣና ሰው ሁሉ ለሱ ይታዘዛል ማለት ነው። የሚታዘዝለት ሰው ይወጣል ከደጃል ውጪ ሌላ። ወከፍረቱ الروم وقتالهم للمسلمين ሩሞች መብዛታቸውና ሙስሊሞችን መጋደላቸው وقتالوا المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله ሙስሊሞች አይሁዶችን ምን ያደርጓቸዋል? ይገሏቸዋል። حتى يقول الحجر ድንጋይ ስኪል ድረስ والشجر ዛፍ ስኪል ድረስ يا مسلم انت مسلم ሆይ هذا يهودي ناك بني ተጠለለ እዚህ ጋር يهودي ያለ ናናግደለው ብሎ ምን ያን ዛፍ ድንጋዩ ሙስሊሞችን ጠርተው ያናግራሉ ማለት መቼ ቂያማ ሲቀር وفتح روما كما فتحت قسطنطينية روما تكفتالج لقسطنطينية عند تكفته كله الى غير ذلك من علامات الساعه الصغرى الثابته في الاحاديث النبويه الصحيحه الذين يمسسلو كنبي محمد صلى الله عليه وسلم يترغغتو يهونو يقيما ملكتوچ الذين مننناچو القيامه الساعه الصغرى يبالو ما تنانش تلالقوچوس علامات الساعه الكبرى تلالق دمو يقيما ملكت يبالوت وهي الامور العظام والاشراط جسام التي تظهر قرب قيام الساعه ቂያማ በትክክል በቅርብ መቅረቡ የሚያመለክቱ የሆኑ ምልክቶች ናቸው እነዚህ فاذا ظهرت دلت على عليها وتكون الساعه على اثرها እነዚህ ምልክቶች መታየት ከጀመሩ ቂያማ ተቃርቧል ማለት ነው خلاص ትልቁ ቂያማ ማለት ነው واهل السنه والجماعه يؤمنون بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم እነዚህ ትላልቅ የቂያማ ምልክቶች اهل السنه ይተቀበሉ ያምኑባቸዋል ከነብዩ መሐመድ በተነገሩት መልኩ ከነዚህ ውስጥ ظهور مهدي مهدي يميبال سو يمطال وهو محمد بن عبد الله من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنبيو بيتسب وسط يميوطا سو نو محمد بن عبد الله سماچو سمو كنبيو محمد صلى الله عليه وسلم سم غار يمساسلا ويخرج من قبل المشرق بصحاي موچا بكل نو ميوطاو ويبايع له عند الكعبه كعبه غار سوچ قال كدان يغبولتال مال لهسو ويملك سبع سنين سبع تامت يغزال ويملأ الارض قسطا وعدلا مدرن فتهي مولاتال بعدما مليئت ظلما وجورا ظلم يعني طفات كمولا بهالا معناته اسو كممطاتو بفيت بطفات يتمولاش نبرج نجر كن اسو سيمطا من تونالج مدر بمولو فتيه سفنبات تونالج ويؤتي المال بغير عدد جنزب يا لقطر يسطا لهولو وتنعم الامه في عهده نعمه لم تنعمها قد بسو جيزي امه مسلمو هبرتاسب تايتو يمايتوك يهونه صغا ياغنيال بزيا ب7 عامت وسط تخرج الارض نباتها مدر يازچون نجر تاوطالچ وتمطر السماء قطرها مدر سمايم دمو زناوان تلقوالچ طغاب يهونال معنات مدر طغاب يهونال بتد لا يمولال وخروج المسيح الدجال مسيح الدجال ميبال سو يوطال بتام كبار يهونه فتنه يادلو سو ني سويه معنات الله سبحانه وتعالى كسو فتنه الله يطبقن اي عندانو مسلم ይሄ ዱዓ ሊያደርግ ይገባል ነብያቶች ሁሉ ከሱ አስጠንቅቀዋል ነው የሚሉት لان الدجال هو منبع الكفر والضلال والفتن ومن اجل ذلك فقد حذر منه الانبياء واقوامهم ሁሉም ነብያቶች ህዝቦቻቸውን አስጠንቅቀዋል ከሱ ፍትና ማለት ነው ካለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يستعيذ من فتنة الدجال دبر كل صلاة كصلاه በኋላ ሁሉ ጊዜ ከነብይ الله عيسى ማነው ከመሲህ الدجال ፍትና الله ተብቀኝ ብሎ ዱዓ ያደርጉ ነበር وحذر منه امته نبي አስጠንቅቀዋል ደሞ ነብዩም ኡመታቸውን አስጠንቅቀዋል ከዚህ ከደጃል ፍትና ማለት ነው من جهه المشرق من خراسان خراسان ከሚባል ቦታ ከፀሐይ መውጫ በኩል ይወጣል ونزول المسيح عيسى ابن مريم كذلك عيسى ابن مريم ደግሞ እሱም ይመጣል عند مناره البيضاء شرق دمشق شان سوريا እሱ ደግሞ በፀሐይ መውጫ በሶሪያ በኩል ይወጣል وينزل حاكما بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم عاملا بها عيسى عليه السلام በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ሊመራ ይመጣል ወአነው ይقتل الدجال دجالን ነብዩ ላይ ኢሳናቸው ይገሉት ويحكم في الارض بالاسلام በመድር ላይ በነብዩ ሸሪዓ በእስልምና ነው حكم የሚሰጡት ويكون نزوله على الطائفه المنصوره በዚህ በአህል ሱና ወልጀማዓ ላይ ነው የሚወርደው ኢሳን ይመጣው ማለት ነው التي تقاتل على الحق በحق ላይ ሲጋደሉ ባሉ ጀማዓዎች ነው የሚመጣው وتكون مجتمعه للقتال الدجال እነዚህ اهل السنه والجماعه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يغبولاچو بودن وطائفات كعيسى غير هونو دجالن لمجدل يتسباسبالو معناتنا فينزل وقت اقامه الصلاه يصلي خلف امير تلك الطائفه عيسى عليه السلام يميمطوت كسماء يميوردوت صلاه يقام بميبالبت ساعات يهنال كذا كذي جماعه امام تكتلو يسجدال معناتنا
نبي الله عيسى وخروج يأجوج ومأجوج ما يأجوج ومأجوج يمبالو غوساوچ يوطالو انذي غوساوچ اهونالو لك يا ما سيقرب ينباچو ينسو يعني كليلا تدرغو اندايوطو تدرغو يتزغباچو يكفتنا يوطالو الله المستعان بدام تلك يونه فتنه نو الناس يمطوط معناته نو ووقوع الخصفات الثلاث سوست يا مريت انتوچ مبزا يمطالو يعني مكستاتچو معناته نو خصفات الثلاث معناته سوست مريت تكفتو مكفت يكستالو خصف بالمشرق بصحاي موچا يكستال وخصف بالمغرب بصحاي مغبيا وخصف بجزيره العرب بعربيا دسيت لاي يكستال وخروج الدخان انهم دمو تشيس يوطال معناته نو انذي تلالق የቂያማ ምልክቶች ናቸው يعني ቂያማ እነዚህ ነገሮች ሲከሰቱ ወዲያው ነው የሚከሰተው ወጥሉ الشمس من مغربها ፀሐይ ከመግቢያው ትወጣለች እነዚህ ማለት خلاص የመጨረሻ ሰዓት ማለት وخروج دابة الارض من موضعها وتكليمها للناس እንሰሳ አለች የሆነች እንሰሳ እቺ እንሰሳ ትወጣለች ከዚያ በኋላ ሰውን ታናግራለች ያንዳንዱ ሰው በግንባሩ ላይ ሙእሚን የሆነውን ማህተም ታረግበታለች ካፊር የሆነውንም ማህተም ታረግበታለች በግንባሩ ላይ ማለት ይሄ የመጨረሻ የቂያማ ምልክት ከቂያማ መቃረቡ ከመያመላክቱ ምልክቶች ውስጥ ነው وظهور النار التي تسوق الناس الى ارض المحشر ከዚያ በኋላ እሳት ይመጣል ሰዎችን እየነዳ ሰብስቦ ሰብስቦ ወደ ارض المحشر ይወስዳሉ ማለት ነው ቂያማ ወደሚቆምበት መሬት ወደዛ ይወስዳል እነዚህ ትላልቅ የሆኑ የቂያማ ምልክቶች ናቸው አህለ ሱነት ወልጀማዓ እነዚህ ነገሮች እንደሚከሰቱ አምነው ይቀበላሉ እያንዳንዱ ነጥብ በጣም ትልቅ የሆነ ማብራሪያና ሰፊ ትንታኔ ያለው ለያራሱ ኪታብ የተጻፈባቸው መውዱዎች ናቸው ወደዛ ተመልሰን ማየት እንችላለን አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ አህለ ሱናዎች يؤمنون بكل ما يكون من امور الغيب بعد الممات كموت በኋላ በሚከሰቱ ነገሮች በሙሉ ያምናሉ مما اخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتناገሯቸው ማለት من سكرات الموت يموت سكر ጭንቀቱ ማለት ነው ይያንዳንዱ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ሰክ ይሰክራል ሞት ያሰክራል ማለት ጭንቀቱ ያሰክራል የሞት ሰክራት ሞት ይባላል ይሄ وحضور ملائكه الموت يا ملائكه ሰው በሚሞትበት ጊዜ ነፍሱ የሚያወጡ ملائكه መጣዳቸው መምጣታቸው وفرح المؤمن بلقاء ربه مؤمن اللهን በመገናኘቱ መደሰቱ وحضور الشيطان عند الموت شيطان لك ሰዎች ሊሞቱ ሲሉ እንደሚቀርብ ያምናሉ አህለ ሱናዎች وعدم قبول ايمان الكافر عند الموت يكهدي ايمانه لك ليموت بميلبت ساعات يميامنو امنته تقبايهت اندليلو يامنالو اهل السنه والجماعه من معناتنو ايهي والله اعلم عند سو منالبات بلبو لاي ايمان دبكو عقلو ياله انذي ሁለቱ ነገሮች روحو غرغراو سايدرس نفسو ليوطا سايدرسنا صحاي كموጫ كمغباتو كموጣتو بفيت كهونه عقلو ياله عند سو معناتنو شهاده ايزو ود اسلمنا كتملس الله يقبلوا ነገር ግን ሊሞት ሲል ቀደም እንደተባለው መልአከ ሞት ከደረሰ በኋላ ሰከራት ከያዘው በኋላ ሰልም ያለው ቢል الله ይቀበለው በሩ ተዘግቷል ግን ምናልባት ታሞ ይያለ ሰከራተል ሞት አልያዘው ማለት ሞት ሳይጣደው በፊት እየፈራ ሊ ነበር ይሆናል ምናልባት አይታወቅም ወይ የሚፈራቸው ከጎሳዎቹ ውስጥ ላልክ ሰዎች ይኖራሉ ወይ ማህበረሰቡን ፈርቶ ውስጡ ግን እስልምና ይያለ በቃ ሲያመው ምን ይላል اسلم افلغالو اسلمون يلال عقلو الله منم نغرو كله نغرو انداله هو نو معناته غنا موت التقادوم سكرت الموت عليازو بذا هنيتا يكونه الله يقبلوا ان شاء الله بطام بزو سوت بزي هنيتا يسلموا سوت اناقال بطام بزو عند الناس نبرو لجاچو كريستيان نچ اساچو بيت اسوا بيت نبرو مچرش علاش عممونا بقى خلاص يعني موت عنده تبلو تفرع اندات نكين مسلموچن تريلين يالواتنا كمسجد يدش مسلم متو كمسجد ሸሃዳ ያዙአቸው ሸሃዳ ያዙ ከዛ ሲቆዩ ተሻላቸው 10 አመት በእስልምና ነው ሱብሃንአላህ አልአዚ يفعلوا ما يشاء الله يشاوني ሰራ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሰውየው አቅሉ ሳይስት ደሞ በትክክለኛ አእምሮ ላይ ሆኖ ሰከራተል ሞት ሳይዘው ቢሰልም ችግር የለም ነገር ግን አሁን የተፈለገበት ምንድነው እዚያ ሞት ከተጣደው በኋላ ሰከራተል ሞት መጥቶ ሲይዘው ሰልም ያለው ቢል ተቀባይነት የለውም ነው نعم وعالم البرزخ عالم البرزخ ማለት ሰው ከሞተ በኋላ በህይወትና በሞት ማከል ያለ ህይወት አለ ማለት ከሞተ በኋላ በአኺራና በዱንያ ማከል ያለ ህይወት عالم البرزخ ይባላል ይሄ በዱንያና በአኺራ ማከል ያለ የቀብር ውስጥ ህይወት ማለት ነው በቀብር ውስጥ
ሙእሚኖች ሰዎች ሙእሚን ከሆኑ ኒዕማ አላቸው ይተካከማሉ ካዲያኖች ከሆኑ ደግሞ በቀብር ውስጥ ይከታሉ ይህ ህይወት ምን ይባላል ዓለም አልበርዘኽ ይባላል ونعيم القبر وعذابه بقبر لاي متاقم እንዳለና ቅጣት እንዳለ ያምናሉ وفتنته للروح والجسد قبر لاي ያለው متاقمም ሆነ መከጣት ለሩህም ለጀሰድም መሆኑን ያምናሉ وسؤال الملكين ملائكاوچ ሁለቱም ملائكاوچ መጥተው ከተቀበረ በኋላ ሰውየውን መጠየቃቸው وان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون بالله سبحانه وتعالى من قال لي بجهاد يموتوا ሰዎች الله زندا حياوناቸው ብለ ያምናሉ اهل السنه والجماعه ይረዘቃሉ ዓለም አልበርዘኽ ላይ وان ارواح اهل السعاده منعمه የደስተኛ ሰዎች ሩሃቸው ከሞቱ በኋላ ተጣቀማለች وارواح اهل الشقاوه معذبه በሸቃዋ የነበሩ በወንጀል በኩፍ በኒፋቅ የሞቱ ሰዎች ሩሃቸው ዓለም አልበርዘኽ ላይ ምን ይሆናል ይተከታለች ብለ ያምናሉ ويؤمنون اي اهل السنه والجماعه ያምናሉ بيوم القيامه الكبرى تلقوا القيامه كان الله ብለ الذي يحيي الله فيه الموتى موتانوش ياو የሚያደርግበት ቀን ويبعث العباد من قبورهم الله سوج كموتى كقبራቸው ሚከሰከስበት ثم يحاسبهم حساب ያደርጋቸዋል ብለ ያምናሉ اهل السنهዎች واهل السنه والجماعه يؤمنون بالنفخ في الصور فطرمبا ينفال ብለ ያምናሉ وان اسرافيل የሚባሉ ملائكه عليه السلام ملتقم القرن طرمباون ይዞታል منتظر الامر بالنفخ አሁን ንፋተ ብሎ የሚታዘዝበትን ጊዜ ይጠብቃል ማለት ነው ቂያማ የሚቆምበትን ቀን ይጠብቃል ብለው ያምናሉ وهي نفختان على الصحيح وقيل هما ثلاث نفخات ሶስት ነው ተብሏል ሁለትም ነው ተብሏል اولا النفخه الفزع የመጀመሪያው እስራፊል ጥሩምባ በሚነፋበት ጊዜ የንቅጥቃጤ እንቅጥቃጤ ነው የሚሆነው ሁሉ ነገር ምን ይሆናል ይንቀጠቀጣል ማለት ነው ባለበት ሁለተኛው النفخه صعق ሁሉ ነገር ራሱን ስቶ የሚጠፋበት ማለት የሁለተኛው አለት የተቀየረው بها العالم المشاهد ይሄ ፍጥረት ዓለም የምናየው ሁሉ የሚቀያየርበት ማለት ነው ስርዓቱ የሚጠፋበት ويختل نظامه ስርዓቱ ይጠፋል ሰማይ ይሰባበራል ምድር ትሰባበራለች وفيها الفناء والسعق ሁሉ ነገር ምን ይሆናል ይጠፋል ሁሉ ነገር ምን ይሆናል ይጠፋል ብለው ያምናሉ طيب وفيها هلاك من قدر الله اهلاكه በዚህ ጊዜ ሁለተኛው ነፍኻ ማለት ነው ሁለተኛው ጥሩምባ በተነፋበት ጊዜ አላህ እንዲጠፋ የወሰነበት ነገር ሁሉ ይጠፋል ፍጥረት ዓለሙ ይጠፋል አላህ የወሰነበት በሙሉ ብለው ያምናሉ الثالثه ሶስተኛው نفخه البعث والنشور والقيام لرب العالمين የሶስተኛው ጥሩምባ በሚነፋበት ጊዜ ሰውት ከቀብራቸው ይነሳሉ ሁሉም ويؤمنون بالبعث والنشور اهل السنه والجماعه ያምናሉ ተከስክሶ አላህ ፊት በመቆም وان الله يبعث من في القبور سوت كقبراتهم ينسالو فيقوم الناس لرب العالمين لعلمات جتا يقومالو في لفيت خفاتن اوراتن غرلن بادو غراچون اوراتن خفاتن معنات بادو غراچو چام يلبسو سيون اوراتن لبس يلبسو سيون راقوتاچو غرلن يالتغرزو سيون سبحان الله العظيم عائشه رضي الله عنها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من علاچو وندوم سيتوم اندي يتيايرو اندي اندزي راقوتون ميقومو علاچو والامر اشد من ذلك الوقت هنيتاو አንቺ እንደምታስቢው አይደለም የዛን ጊዜ ወንዱ ሴቷ ሴት መሆኗን የሚያውቅበት ሁኔታ የለም ሴቷም ወንዱ ወንድ መሆኑን የሚያውቅበት ሁኔታ የለም አሉ ነገሩ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም ሁኔታው የዛን ሁኔታ በጣም ከባድ ነው አሉ ሰዎች በዚህ መልኩ ጌታቸው ፊት ራቁታቸውን ይቆማሉ ሁሉም እኔ ወይኔ ወይኔ ይላል ተድኑ ምን ሙሸምስ ፀሐይ ትቀርባለች فيعرقون على قدر اعمالهم በስራቸው ልክ በላባቸው ይጠመቃሉ ومنهم من يلجمه العرق ከሰውሽ ደሞ አለ የሥራው ወንጀሉ በጣም የበዛበት ያጥለቀልቀዋል እንዳለ ያሰምጣዋል ላቡ ያሰምጣዋል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ واول من يبعث وتنشق عنه الارض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم መጀመሪያ ቀብራቸው የሚከፈትላቸው ነብዩ መሐመድ ናቸው صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم العظيم በዚህ ታላቅ ቀን يخرج الناس من الاجداث ከቀብራቸው ይወጣሉ ሰዎች ከአንነውም ጀራዱ منتشر እንደ ተበተነ አንበጣ ሆነው ይወጣሉ ሰዎች ሙስሊዒና ሙህቲዒና ኢላ ዳዒ አንገታቸውን ወደ ተጣሪው ያምዘገዘጉ ሆነው እየተቻኮሉ ከቀብራቸው ወጥተው ይሄዳሉ ወቀድ ኸፈፈት كل حركه እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ምን ይሆናል ረገብ ይላል وخيم الصمت الرهيب اصفر يهونو ጸጥታ ይሰፍናል حيث تنشر صحف الاعمال
የዛን ጊዜ የሥራ መዝገብ ለሁሉም ይሰጣል። ምን እንዳስመዘገብክበት ታያለ ማለት ነው። ዛሬ እድሉ አለ። የዛን ቀን ግን የተዘጋ መዝገብ መጥቶ እንካ ከፍታን ብትባላለህ ያስክ ሥራህን ምን እንዳለ فيكشفوا المخبو የተደበቀ ነገር ሁሉ ግልጽ ይሆናል የዛን ቀን ويظهر المستور አንተ የሸፈንከው ነገር በሙሉ ዛሬ ዱንያ ላይ ስትሸፍኑ የነበረ ማንንም አላየኝም ያልከው ነገር በሙሉ የዛን ቀን ግልጽ ይሆናል ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها تلالله ማለት الله ይህ kitab ምንድነው ምንም ነገር አልተውም ሁሉን ነገር ጽፈዋል እንዴ ትላል ሁሉን ነገር لا اله الا الله ይሄ ኮን ዝም ብዬ እንደቀልድ የተናገርኩት ነበር ትላል ያን ይሄ ነገር እንዴ ተጽፎ እዚህ ይመጣል እንዴ እኔ መች እንደዚህ አሰብኩኝ ትላል ويفتديو المكنون في الصدور بلب لا يتدبق ነገር በሙሉ ግልጽ ይወጣል ويكلم الله عباده يوم القيامه الله كما كان باروتين ينناغرا ليس بينه وبينهم ترجمان استرغومي سايسفلق ويضع الناس باسماءهم واسماء ابائهم سوج بسماچونا باباتاچو سم يتبرالو ويؤمنون اهل السنه والجماعه يمنالو بالميزان الذي له كفتان توزن به الاعمال العباد يقام كان ميزان الله ይሄ ሚዛን ሰዎች ስራቸው ይመዘናል የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል ራሳቸውም ይመዘናሉ ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين የሥራ መዝገብ በመከፈቱ ያምናሉ وهي صحائف الاعمال የሥራ መዝገብ ማለት فاخذ كتابه بيمينه ከዚያ ውስጥ የሥራ መዝገቡ በቀኙ የሚሰጠው አለ الله ይቀናው ማለት ነው واخذ كتابه بشماله በግራው ደግሞ የሚሰጠው አለ እድለ ቢስ የሆነ ማለት ነው الله يطبقك او من وراء ظهره ويدغمو كجرباو ميسطو غراجو بدرتو تسنطقو وتو بغرب كوهالاو ميسطو معناته نسال الله السلامه والعافيه وامن الصراط صراط احد من السيف صراط ميبالو كسيف يسلانو وادق من الشعره كصغر يقطنه منسوب يتتكلنو علامه جهنم بجحنم جربا لا يتجاوزه الابرار ملكام سوج ملكام سرا يلاچو سوج يالفوتال ويزل عنه الفجار سراچو يتبلاشباچو سوج كسو لا يوتقال ود جهنم معناته نس الله سلامه والعافيه نعم وان الجنه والنار مخلوقتان اهل السنه والجماعه جنتنا اسات يتفطروا ناتشو لو يامنالو موجودتان الان اهون علو لو يامنال لا تفنيان ابدا ولا تبيدان ايطفهم دم هلتهم بلو يامنالو اهل السنه والجنه هي دار الثواب والنعيم الدائم التي اعدها الله تعالى للمسلمين والمؤمنين الموحدين المتقين والصالحين الابرار جنت الله يزغاجو اجر نو بلان هي دار الثواب يمن داجر والنعيم الله يزغاجو صقا ميغنيبت الدائم زوتاري هنا التي اعدها الله الله يزغاجو تعالى للمسلمين والمؤمنين لامانيوچ للمسلموچ الموحدين با الله لا اله الا الله شركوا سوچ المتقين الله لفرونا والصالحين الابرار عندهم دمو بطام قرب يهونوا لله قرب يهونوا باروج الله يزغاجو والنار اصاد دغمو هي دار الاقام يقطعت اجر نو بلو يامنالو التي اعدها الله تعالى للمذنبين والكافرين لو انجلنيوچنا لكافر لكهديانوچ لمشركوچ يزغاجو بلو يامنالو من المشركين واليهود والنصارى كايهودوچنا كنصاراوچ والمنافقين عندهم دمو منافقوچ والملحدين دين البا يهونو دين يلم يميلو سوچ والوثنيين وثني مالت طاوت املاكي لهونوت والاسات من والاشرار وانجلنيوچنا شرن يالهونو سوچ وسات مالت وسات الموحدين كهونو بونجراتو لتتقبطو يوطالو ويؤمنون اي اهل السنه والجماعه يمنالو بان امه محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي امه اولى الامم يمجمرياوچو ناتشو محاسبه يوم القيامه قيامه كان مجمريا حساب يمدرغوت الناسو ناتشو ليه يمنالو واولى الامم في دخول الجنه جنتهم لمغبات يمجمرياوچو ناتشو ليه يمنالو اهل السنه واج وهم ثلث اهل الجنه يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكتايوچ يا جنت سوج ሁለት ሶስተኛዎቹ الناسو ናቸው ከነቢያቶች ኡማ ሁሉ ማለት ነው ሁለት ሶስተኛው የጀነት የሚሆነው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ናቸው ብለው ያምናሉ። አላሁ አክበር ይትልቅ ቢሻራ ويدخلوا الجنه منهم 70000 بغير حساب ከነዚህ 70 ሺዎች ያለ ሂሳብ ያለ ምርመራ ጀነት የሚገቡ ናቸው ብለው ያምናሉ። ويؤمنون اهل السنه والجماعه ያምናሉ بعدم خلود اسات الموحدين في النار توحيد ያላቸው ወንጀለኛ ወንጀል ያለባቸው ሙእሚኖች በጀሃነም ዘላለም አይዘወትሩም ብለው ያምናሉ። بل يعذبون بقدر ذنوبهم بونجلاتهم لتكتو ثم يكون مسيرهم الى الجنه كذا ولا غير ود الجنه يمطالو بلو يامنالو هم الذين دخلوا النار ان ذي سوج اسات يغبوناچو بمعاصي يرتكبوها وبسروت ونجلنا اسات يغبوت غير الاشراك بالله تعالى شرك يالهونه ونجل معناتنا لان المشركين بشرك يموتس كهونه خالدون في النار باسات زوتاريو يهنال انجي كاسات هيوطا لا يخرجون منها ابدا والعياذ بالله
አላህ ይጠብቀንና ከእሳት በፍጹም አይወጡም ማለት በሽርክ የሞተ ሰው ከእሳት አይወጣም ዘላለማዊ የጀሃነም ነው የሚሆነው ويؤمنون اهل السنه والجماعه يامنالو بحول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمستطاعو حول يميبال متطال بزا يامنالو في عرصات القيامه بتياما ميدالاي وهو اول ما يتبعه اليه الخلق بعد البعث يهي عرصات القيامه لا حول يميبالو كانتن بهالا مالت سوچ الله كقبراچو كوتو بهالا يميهدوبت بوتا نو مالتنو نبيون تكتلو يميهدوبت ماؤه وهو اشد بيادا من اللبن ك ወተት ይበልጣል ንጣቱ ማለት ነው واحلى من العسل طفطناو كمار يبلጣል وريحه شطاو ደግሞ اطيب من المسك مسك كميبال شطو يبلጠ شطال وانيته مدጫቃዎቹ عدد نجوم السماء የሰማይ ከዋክቦች ያክል ናቸው طوله مسيره شهر يزي حوض ميبالو متت رزمته ያንድ ወር መንገድ ያስኬዳል وارضه مسيره شهر اقدمته ደግሞ ያንድ ወር አንድ ወር የሚያስኬድ መንገድ ስፋት አለው መንሸሪ በሚኑ ከዚህ የተጣሰው لا يظمأ ابدا ሁለተኛ ጥም የሚባል ነገር አያገኘው ويزاد عن الحوض اقوام من امته صلى الله عليه وسلم ከዚህ መጠጥ የሚከለከሉ ሰዎች አሉ ብለው ያምናሉ اهل السنه والجماعه كنبي محمد صلى الله عليه وسلم امته است غيروا وبدلوا كما ورد في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ناتوا الذين የነብዩን ሱና የቀየሩ የነብዩን ሱና ተተው ቢዳ ውስጥ ይሄዱ ማለት ነው ቢዳ ያራመዱ ሰዎች توحيدን ተተው ሽርክ ውስጥ የገቡ ሰዎች ነብዩ ምን ይላሉ ሐውዝ መሲረቱ ሸህር ይሄ ሐውዝ የሚባለው መጠጥ ያንድ ወር መንገድ ያስኬዳል አሉ ማኡሁ አብዱ ምን ለበን ወሃው መጠጡ መልኩ ከወተት የነጣ ነው ወሪሁ አጥየቡ ምን ልምስክ ሽታው ከምስክ የበለጠ ነው ወኪዛኑሁ መጠጫዎቹ ከንጁም ሰማ እንደ ሰማይ ኮከብ ናቸው መንሸሪ በሚንሁ لا يظمأ ابدا ከርሱ አንድ የጠጣ ሰው ከዛ በኋላ ጥማት የሚባል ነገር አያገኘውም አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقال صلى الله عليه وسلم من قالوا بالليل حديث لا اني فرطكم على الحوض قالوا اني قدمياچو اغنيالو بحوض لا قالوا من مر علي شرب بني لا يالفه سو يتطال قالوا ومن شرب لم يزمع ابدا عند يتطى سو ادمي لكون طما يغنيو مال لا يريدن علي اقوام اعرفهم يعرفونني سوچ يالفالو بني بكل يمطالو قالوا اما اوقاچو يمياوقون يونو سوچ ثم يحال بيني وبينهم كذا بولا بنينا بنرسو ماكل غردوش يدرغال ودني اندادرسو يكلكلالو وفي روايه فاقول لهم انهم مني الناس كيني ناتشو لالله امتي يعني امتوش ناتشو كولالله فيقال يبال الملس السطنيا لالو نبيو انك لا تدري ما احدث بعدك كانت بهالا الذي سوت بانت دين لاي من اندامتو اتاقم بيداس يرامدو ينبرو ناتشو يبال الله فاقول لهم سحقا سحقا لمن غير بعد انذاما كون اركولني اركولني كاني بهالا يعني ندين يكيرن سو ما يتال فلك ملالو قالو نبيو محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السنه والجماعه اهل السنه يثبتون الشفاعه والمقام المحمود شفاعه يرغغطالو مسكون يهونو يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم درجانم يكبلالو لنبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه كما كان كلهم خلائق ان يمسكناچو يهونه درجه علاچو لو يامنالو وشفاعته لاهل الموقف ايه معنات موقف لي سو የመጀመሪያው የመጨረሻው ሁሉንም አላህ አንድ ሜዳ ላይ ሰበስቧል ከዛ በኋላ ሰዎች በላማቸው በወንጀላቸው ልክ ይተከለካሉ ምን ይላሉ ሁሉም ይሄዱና ከዚህ ነጃ የሚያወጣን ሰው ፈልጉ ይላሉ ተሰብስቦ ወደ ነብያቶች ይላሉ ሁሉም ነብያቶች እትዛር ያቀርባሉ እኔ ለዚህ አልሆንም ይላሉ እኔም ጭንቀን አላውቅኩም እኔም ጭንቀ አለብኝ ይላሉ ነብያቶች ሱብሃንአላሂል አዚም እኔም ስለራሴ አላውቅኩም እንዴ አይነት ስህተት አለብኝ እንዴ አይነት ወንጀል አለብኝ ብለው እትዛር ያቀርባሉ ሁሉም ከዚያ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ለሃ ይላሉ እኔ ያለሁ ይላሉ ይሄዱና ከአርሽ ጥላ ስር ስጁድ ይወርዳሉ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራስን ቀና አርግላቸዋል አላህ ቀና በል ጠይቅ የፈለከው ይሰጣሃል ሸፋ አማላጅነት አማላጅሁን አማላጅነት ተቀባይነት ያገኛል ይላቸው ከዚያ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍርድ እንዲሰጥ አማላጅነት ይመጣሉ ማለት ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርድ እንዲሰጥ እኮ ነው ከዚህ መውቂፍ የጀሃነሙ የጀሃነም እንዲባል የጀነቱ የጀነት እንዲባል ፍርድ ሊሰጥ ማለት ነው ይሄ ለሁሉም ነው يحمدو الخلائق كلهم كلهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يزيان غزي يمسغباتشال مقام المحمود يبالال ايه وشفاعات لاهل الموقف لفصل القضاء بينهم هي المقام المحمود هيኛው ነው ማለት الله ثاني እንዲሰጥ وشفاعته النبي محمد صلى الله عليه وسلم አማላጅነታቸው لاهل الجنه ان يدخلوا الجنه የጀነት ሰው ጀነት እንዲገቡ اللهم ጠየቃቸው ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم اول داخل فيها የመጀመሪያ ንገቡት ሳጨናቸው
ከኡመት ሁሉ ደግሞ መጀመሪያ ጀነት የሚገባው የሳቸው ኡመት ነው። ወሸፋአቱ ሊአሚ አቢ ጣሊብ አን ይخفف عنه من العذاب ለአጎታቸው ለአጣሊብ ከቅጣት እንዲቀነስላቸው ሸፋአ ማድረጋቸው። وهذه الشفاعه الثلاث خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم እነዚህ አሁን የተከስናቸው ሶስቱ ነብዩ መሐመድ እንጂ ሌላ ማንንም አያገኘው። እነዚህ ሶስቱ ሸፋአዎች وليس لاهر غيره ከሳቸው ውጪ ለማንም የለው ማለት ነው። غيره وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض امته ممن يدخلون الجنه الى درجات عليا ሌላኛው ደግሞ ነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم ካላቸው ሸፋአ ውስጥ لرفع درجات بعض امتي ያንዳንድ ሰዎች ደረጃቸው በጀነት ላይ ከፍ እንዲል ممن يدخلون الجنه جنت كم يجبوت وسط الى درجات عليا تلك درجه بجنت ديياغني وشفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفه من امته يدخلون الجنه بغير حساب ليلو دمو شفاعاتهو امال جنتاتهو كساچو تكتايوت وسط ياله تياقي جنت ديغبو شفاعه يميهونو لاچو سوتش قالو وشفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم خير صلاتهمنا شر صلاتهم اكل يونباچو سوتش الله باذنته يجنت ديارغاچو يامالدالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصفى فيهم ليدخلوا الجنه جنه ديغو وفي اقوام اخرين قد امر بهم الى النار الا يدخلوها ليلى دمو مالا جنتاچو بونجلاچو يجحنم انديهونو يتوسنباچو سوتش الله باذنته ونجلاچو انمرواچو يجنت ديارغاچو يطيقالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يامالدالو وشفاعته صلى الله عليه وسلم ሌላኛው ደግሞ ምልጃቸው في اخراج اسات الموحدين من النار اسات يجبو توحيد ያላቸው ወንጀላቸው ልክ እንዲቀጡ የተወሰነባቸው ሰዎች ከእሳት እንዲወጡ ያማልዳሉ። فيشفعوا لهم فيدخلون الجنه جنه ይገባሉ በሳቸው አማላ ጀነት። وهذه الشفاعه እነዚህ አሁን ከሶስቱ በኋላ የተጠቀሱት ሸፋዓዎች تشاركوا فيها الملائكه ملائكه ይጋሩዋቸዋል ነብዩ መሐመድን والنبيون نبي ليلوتهم نبياتوچ ይጋሩዋቸዋል والشهداء ሰማዕታቶች ይጋሩዋቸዋል لله دين ብለው አንገታቸውን የሰጡ ሰዎች ማለት ነው። والصديقون اونተኛ ተብለው الله ዘንድ ማረገት የተሰጣቸው ሰዎችም ይጋሩዋቸዋል والصالحون መልካም የአላህ ባሮችም አማላጅ ይሆናሉ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ والمؤمنون كذلك አማኞችም ثم يخرج الله تبارك وتعالى من النار اقواما بغير شفاعه ከዚያ በኋላ አላህ ያለ ሸፋዓ ደግሞ እሱ በእዝነቱ በአዛኝነቱ ከጀሃነም ያወጣል بل بفضله ومنه وكرمه ورحمته باذنته الله كجهنم مسلم يعطاتشو سوتش قالو والعمل الصالح يشفع لصاحبه يوم القيامه ملكام سراي كما كان لبالبيتو عمالاج يونال قران لبالبيتو عمالاج يونال صوم لبالبيتو عمالاج يونال وهكذا ملكام سرا كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه قراننا صوم يقيامه كان لسويو عمالاج يونل تعالى له النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاما الكفار والمشركون كهاديانوچنا مشركوچس فلا شفاعه لهم شفاعه يلاچوم تبارك لقوله تبارك وتعالى وانذرهم استنككاچو يوم العزيفه قرب يونهچو يتنصاين كن استنككاچو اذ القلوب لدى الحناجر قلبه كله غرروغا لانقاغا ببدرسبت غيزي كاذمين بچنقت يتمولو هونو مال الظالمين لبداوچ اي المشركين من حميم وداجلاچو ولا شفيع يطاع اشي ميبالم امالاجم يلاچو سلازي انرسو امالاجنت يلاچوم لكاديانوچ وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين يا امالاجوچ ملجال انسو ايتقماچو مال الله والموت يؤتى به يوم القيامه موت يقيامه كان تيزو يمطال بلو يامنالو اهل السنه والجماعه فيذبح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يتردد الموت نبي محمد عند تناغروت كله فقال من قالوا نبي اذا صار اهل الجنه الى الجنه يجنت سوچ ود الجنه كجبو بهالا وصار اهل النار الى النار يا اسات سوچ ود اسات كجبو بهالا اوتي بالموت موت يزوت يمطالو حتى يجعل بين الجنه والنار بجنتنا باسات ماكل يدرغا بجهنم ماكل ثم يذبح يتردال ثم ينادى مناد كذا بهالا ثم ينادي مناد فطار يتطرر يا اهل الجنه لا موت የጀነት ሰዎች ከአሁን በኋላ ሞት የለም ይላቸዋል። ወያ አህለ النار እናንተ የጀሃነም የእሳት ሰዎች ላሞት ከአሁን በኋላ ሞት የለም። የጀነት ሰዎች በጀነት ጸጋ ተደሰቱ አትሞቱም ይባላሉ። የጀሃነም ሰዎች በጀሃነም እሳት ተሰቃዩ ሞት በሞት አትገላገሉም ይባላሉ ማለት። فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم የጀነት ሰዎች በደስታቸው ላይ ደስታ ይጨምርላቸዋል። ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم او حزنا الى حزنهم የጀሃነም ሰዎች ደግሞ በትካዜያቸው ላይ تكازي يتشمرباتشوال الله يطبقا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم